اول حاجه لو حد عنده الم مغص شديد في جنبه اليمين السفلي خطر جدا ياخد مسكن منتهى الخطوره زايدة. ياخد مسكن. في ناس كتير ما تعرفش المعلومه دي وبتروح للصيدليات وتقوم راحه واخده حقنه مسكنه، غلط جدا. طب ناخد ايه لو جالنا وجع جانب جامد في الجانب الايمن السفلي؟ ياخد حقن للتقلصات. في فرق بين المسكن وحقن التقلصات او مضادات التقلصات. مضادات التقلصات زي الفيسرالجين او الباسكوبان او اي حاجه مضاده للتقلصات مش مسكن، انما المسكن هيبقى هيداري على الاعراض، فلما يلجا للطبيب ممكن الطبيب ما يعرفش يشخص الحاله او يستبعد ان هي زايده، وممكن الزايده ساعتها تنفجر وتعمل مشكله كبيره جدا. مشكله المغص او التعب الشديد بتاع الزايده هو متشابه مع تعب القولون، فبيبقى الاثنين اعراضهم واحده. المفروض الم القولون بيبقى حوالين البطن كده، انما الزايده عشان نفرق ما بينه وبين القولون بيحصل الم في الجانب الايمن السفلي للبطن، زائد ان الالم ده بيمتد لغايه السره وبيسمع في الرجل، يعني بيبقى الالم بيوصل للساقين، واحيانا بيبقى فيه ارتفاع في درجه الحراره. طيب لما يجي لنا الاعراض دي واخدنا حقنه للتقلصات وراح الالم يبقى ده اكيد مش زايده. طب لو اخدنا حقنه التقلصات ولسه في الم لازم بقى نلجا للطبيب ساعتها. لما نلجا للطبيب، الطبيب بيطلب صوره دم وبيطلب تحليل سي ار بي، ومن خلال الاشعه التلفزيونيه او الموجات الصوتيه السونار، من خلال الموجات الصوتيه للسونار هيعرف هل دي زايده ولا لا. بس تحليل الدم، صوره الدم، تحليل الدم طبعا ده اللي هي ال تي سي اعتقد او سي بي سي، لا لا في صورة اللي هو صورة الدم وصورة خلايا الدم البيضاء اللي هي بيبين خلايا الدم البيضاء، ما هي دي بتظهر في السي بي سي. فنقول للناس خلوا بالكم، خلوا بالنا من الموضوع ده، لان الموضوع ده في منتهى الخطوره. وفي ناس لما بيجي لها المغص بتستسهل تاخد اي مسكن للصداع في البيت، وحتى المسكنات العاديه بتاع الصداع هتعمل مشكله، خصوصا يا دكتور لو مريض قولون اعتقد ان هو هيبقى ايه فاكر ان ده قولون برضه. ولو واحد اكل عملت له شويه التهاب في القولون او اي حاجه، الاعراض بتبقى متشابهه. فاحنا نحاول بقدر الامكان اي تعب في البطن حتى لو يعني في اليمين متركز ناحيه اليمين، خليك في التقلصات، مضادات التقلصات مش المسكنات. في فرق كبير جدا ما بينهم. طب حلوة.